التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مدينة جدة هذا اليوم فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكي في اطار مشاركة جلالته في قمة جدة للامن والتنمية وخلال اللقاء اكد جلالة الملك المعظم ايده الله على عراقة العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية والبناء عليها وما اثمرت عنه من تعاون وثيق في شتى المجالات والتنسيق المشترك في كل ما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار للمنطقه والعالم باعتبار مملكه البحرين والولايات المتحده الامريكيه شريكان استراتيجيان لدعم السلام والامن الاقليمي والدولي ونوه جلالته بمشاركة فخامة الرئيس بايدن في أعمال قمة جدة للأمن والتعاون والتي تمثل استمرارا للدور الأمريكي المحوري في تعزيز أطر التعاون الخليجي الأمريكي والتأكيد على القضايا والتحديات والعمل على مواجهتها واعرب جلاله الملك المعظم عن بالغ تقديره للرئيس الامريكي بايدن على ما يبديه من اهتمام كبير بدعم العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، هذا وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات الثنائيه التي تهم البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون البيني للاسهام في تعزيز امن واستقرار المنطقه واهم القضايا المدرجه على قمه جده للامن والتنميه. كما تم التاكيد على مواصله الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائيه بين البلدين الصديقين في المجالات الدفاعيه والامنيه والاقتصاديه والتجاريه وبين الشعبين الصديقين ومن جانبه اكد فخامه الرئيس جوزيف بايدن على تقدير بلاده للشراكه الاستراتيجيه الراسخه بين مملكه البحرين والولايات المتحده الامريكيه منوها باستضافه المملكه للاسطول الخامس الامريكي